بدأ العد التنازلي مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 من الشهر الجاري، وتستعد الناصرة عاصمة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل لكسح اليمين المتطرف بدخولها المعركة الانتخابية موحدة هذه المرة، قائمة مشتركة لأربعة أحزاب فاعلة. اليمين سيحصل على عدد مقاعد معين، بدنا إياه يكون أقل من 60 مقعد. اليسار الصهيوني راح يكون عدد المقاعد أكثر من 60، طبعا احنا نحكي على الكنيسة الإسرائيلية فيه 120 مقعد، ولكن سنشكل جسم مانع لمنع أي قضايا حساسة في اتجاه الجماهير العربية أن تمرر من خلال حكومة إسرائيل. الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام، الحركة الإسلامية، التجمع الديمقراطي والتغيير، أحزاب اتحدت وجاء اتحادها خطوة لزيادة نسبة الحسم، ففي عام 2013 بلغت نسبة التصويت بين فلسطيني الداخل 60% مقابل 70% بالشارع اليهودي، وبفارق 10% إضافية فقط في هذه الانتخابات ستكون بمثابة عثرة أمام اليمين لتشكيل حكومة يريد من خلالها أن يلغي الأقلية الفلسطينية. المقاطعة أمام الجماهير العربية ساحات نضال عديدة، من هاي الساحات ساحة نضال البرلمان، سكينة القوانين التمييز العنصري، لا بتميز لا اللي بتصوت لشيوعي ولا لإسلامي ولا لتجمعي ولا للي بدوش يصوت ولا للي بده يقاطع، القوانين التمييز العنصري تمس الجميع. من هذا المنطلق هذا واجب ديمقراطي لأي إنسان عربي اللي رافض للاحتلال إنه يحط صوته للقائمة المشتركة عشان نحصل النصر التاريخي ونغير الخارطة السياسية الإسرائيلية. 15 مقعداً للقائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية ستقف بالمرصاد لأي قانون عنصري تريد الحكومة الإسرائيلية الفاشية تمريره. أن تصوت للقائمة المشتركة يعني احتمالية أن تكون القوة الثالثة في الكنيسة الإسرائيلية، وبالتالي حماية حقوقك ووجودك كبقية عربية فلسطينية منكوبة باقية. الوحدة تعني القوة، والقوة مفتتة لمخططات إسرائيل. من مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، زينة صندوقة، رؤيا.